جديد معكم في ساعة شباب وشباب زي الورد. حقيقة اليوم مستمتعين بأجواء الاستوديو لأنه ضيفنا يعني حاب يضيف لنا لمسة كذا فنية للاستوديو بالتنسيق من يده، يعطيه العافية وتسلم يده. يعني حقيقة ما أعرف لمية، أنت يعني قديش تستهويك هذه الأمور؟ والله هي شيء جميل. ما تفرق معهم الورود؟ لا لا، أنا صراحة أكثر شيء الناس الحساسة هي اللي بتفرق معاها الورود، اللي بتتحسس من وردة. يعني دائما إنه لما الإنسان بيعبر عن مشاعره دائما بيعبر عن مشاعره بوردة بتكون هدية. طبعا إحنا عارفين كلنا إنه الورد هو أسهل طرق التعبير عن المشاعر. صحيح. صح؟ صحيح. بس أبا أسألك ضيفنا محمد خوجة، أكيد منسق الورود، أبا أسألك كيف دائما بتختار إنه الورد يتنسق؟ إيش اللي خلاك تتجه لهذا التنسيق؟ والله أنا في بدايتي أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا سعيد بالفرصة هذه وإني أتشرف بالجلوس قدام الأستاذ طراد والأستاذ لمية. الله يسلمك. فأنا بدايتي كنت أحب الفن من أيام الدراسة، أحب الرسم، أحب الأعمال التشكيلية، أحب الأعمال الفنية، حتى كانت عندي شهادات من وزارة المعارف وزارة التربية والتعليم، أنا عرض لي عمل. يعني خلصت الموضوع إني أنا كنت أحب الأعمال الفنية، فاتجهت للورد صراحة صدفة، لكن رأيت فيه العمل الفني، رأيت فيه يعني تنسيق الألوان، تنسيق البوكي على حسب المناسبة. قديش بيبعث إيجابية ويغير نفسية الشخص من جداً خلال طريقة جداً التنسيق والألوان. يعني أنا ما أذكر حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يوصي بإهداء الريحان، الريحان يعتبر من أنواع الورد. نعم، فجدا جدا مريح للمريض، للزوجة، للأهل، للأخت، للوالدة. جميل جدا. طيب محمد خوجة، ما شاء الله بما أنك يعني والله ما بدي اقول من مو بس من هو، ما شاء الله يعني شغلك عملك احترافي وجميل. الحمد لله. جدا نبغى نعرف اكثر كمان، متى بديت هذه الهوايه؟ لانه في شباب دائما يقول لك يعني التنسيق انا ايش ممكن، كيف ممكن ابدا فيه، يعني انا ايش دراني او كيف حانسق الورد اللي اشوفه. صحيح. فكيف كانت بدايتك وايش استخدمت؟ هو زي ما قلت لك قبل شويه، بدايتي كانت صدفه صراحه. لكن انا بحكم اني انا هاوي الفن فحطيت الشغله براسي. انت اذا حطيت شيء في راسك يعني ايش ما يكون ما في شيء مستحيل. يعني اقصد مثلا انت بدات جبت ورد في البيت وقعدت تنسق، او انت جاتكم هديه وبعد كده عجبتك فقلت خلينا؟ لا لا، انا بديت اعمل ورود بالحبه. حلو. كان عندي واحد الله يذكره بالخير، يعني هو اللي دخلني المجال هذا وانا ما انساه، استاذ امين. فمنها كملت معه، قال لي تكمل، قلت له يلا كمل، وتعلمت منه اساسيات، بديت اطور نفسي. بدات بورده واحدة. ما شاء الله تبارك الله. بدات بورده واحده. ايوه ما شاء الله تبارك الله. طب محمد، نحن دائما بنعرف انه لما نجي نبغى نختار الوان الورود او نبغى نهدي احد ورده او باقه ورد، دائما بنختار الالوان. أيوه. لانه الالوان لها معاني. أكيد. على حسب أكيد. العلاقه بين الشخص وبين اللي بيهديه، عرفت؟ مزبوط. فايش ابرز المعاني في الورود وايش افضل انواع الورود؟ والله اول شيء نخش في معاني الورود، يعني مثلا عندك الروز الابيض، هو عموما الورد المعروف هو الروز. واغلب الورد اللي بيتهدى هو الروز، وورد يعني فخم ومن انواع الورود الجميله. الروز الابيض يعني الصفاء. الروز الاحمر الحب والجرأة، الروز الوردي يعني العاطفة والبراءة. عشان كذا دائما نلاحظ انه البنات هم اللي دائما صغار خصوصا في الولادات. الورد الموف، الاخلاص. أيوه. طبعا احنا هنا بنشوف صور من اعمالك ما شاء الله تبارك. أيوه. الله بتستخدم انواع كثيرة وانواع غريبة من الورود. قبل ما انتقل الانواع، بس انا في لون ما قاله، الاورنج. الغيرة صح؟ لا الأصفر الغيرة. الأصفر الغيرة. والأورنج طيب؟ الأصفر الغيرة، الغيرة الشديدة. عموما يعني الألوان هذه مش شيء لها ثابتة، ولكن يعني لكن هي تعارف طلعت فيها يعني. بس طيب. ما شاء الله أنت بتستخدم يعني أنواع من الورود جدا غريبة ونادرة. لأنه إيش أفضل هذه الأنواع النادرة؟ كل مناسبة لها ورد، وكل مناسبة لها تنسيق خاص. يعني انا شغلتي في الورد مش انه بس اعمل بوكيه وتفضل اعمل بوكيه، لا. اسال مثلا اللي يبغى الورد، انت ايش عندك مناسبه؟ لمين تهدي الباقه؟ لكل مناسبه. صح. ورود معينه وتنسيق معين. طب التوليب دائما يهدوه فين؟ توليب
لا التوليب مش شرط يعني إهداء، هو التوليب من الورود الهولندية. هو ينضاف مع الورود الباقية صح؟ التوليب برضه تعتبر من أفخم أنواع الورود الهولندية. أنا أعشق الورد التوليب. شوف اللي خلفك هذاك توليب. هو التوليب. لأنه بيعطي قوام للوردة وفي نفس الوقت بيعطيها جمال، يعني قوية وفي نفس الوقت جميلة. مظبوط. هي معروفة عنها دائما كذا. مظبوط صحيح. طيب خلينا نتحدث أكثر عن الألوان اللي تفضلها شخصيا. يعني في ناس كثير دائما يجوا يقول لك والله أنا أحب هذه الألوان أو أفضل هذا التنسيق، هل بتضيف لمستك في هذا الأمر في اختيار الألوان ولا أنت بتسيبه على راحة ال؟ لا أنا في البداية طبعا لازم أعطي رأيي أنا. أيه؟ أنا زي ما قلت لك أسأل عن المناسبة، إذا مثلا كان من زوج لزوجته أكيد الورد الأحمر، إذا كان مثلا لأخته وردي، إذا كان لأمه الأبيض، عرفت؟ بطرح للعميل الفكرة هذه الفلسفة هذه وأنت وراسك يعني. عرفت؟ للمريض الألوان الفرايحية اللي هي الورديات الموفيات والأبيض لأنها بتريح في النظر وبتريح المريض، عرفت؟ فشخصيا انا افضل اللون الاصفر، يعني مش حكايه غيره لكن اللون الاصفر لون بارز ويعني يعطي تحسه كده ملمس ما شاء الله تبارك الله. طب ايش رايك تقوم ودحين انت حتسوي لنا باقه ورده على الهواء لايف؟ ان شاء الله. تفضلوا. تفضل طال عمرك. شكرا لك. جزاك الله خير. يعني انا نسيت نفسي مع الورد هنا قاعد اشوف. انا ودي اخذ هذه معي. طبعا البوكيه اللي حامله بوكيه على سله. ايوه هي احد اشكال البوكيهات الكثيره يعني. فاحنا نبدا خلينا من الزيرو، وانا برضو كل ما اشك ورده وكل ما اغرس ورده راح اقول لك على بعض مميزاتها واسمائها لانه مش كل الورود معروفه. اكيد. محمد وانا كمان لسه كنت بسالك، في منسقين ورود كثير يحبوا انهم يكونوا يشتغلوا اكثر في الافراح وفي المناسبات. مزبوط. بيعملوا شغلهم كثير في مناسبات، وفي ناس لا يفضلوا انهم يسووا شغلهم او تنسيق الورود بيكون كهديه خاصه او مجرد زياره لاحد. فانت ايش تفضل اكثر، يبان شغلك فين؟ أنا والله شخصيا يا أستاذة لميا أي شيء يعني أنا اللي خلاني كمان أن أخش في المجال ده أنه بيشعر الشخص الثاني بالسعادة، عرفت كيف؟ فأنا أي شيء يعني ممكن يسعد الطرف الثاني. أيوه يسعد الناس ممكن أبذل فيه قصار جهدي حتى وإن كان بطريقة غير مباشرة. يعني أنا ممكن يكون ما لي شغل تراضي يبغى يهدي مثلا والدته، أنا ما لي شغل في والدته على عيني وراسي، لكن أنا أحاول إني أبذل قصار جهدي إنه والدته تكون سعيدة. دحين هذه بس عشان كأنها الزهرة هذه كأنها من القشطة صح؟ هذه الزهرة هولندية. تعرف فاكهة القشطة ولا لا؟ أيوه مشابهة؟ يعني ما لها شغل؟ ما لها شغل. لونها غريب صراحة، أنا أول مرة. هذه من الزهرة الهولندية. كم سعرها؟ 15 حبة؟ لا 25. 25 حبة. يا أكيد لأنها نادرة طبعاً. أيوه أسعار يعني. شوف الورد الأصفر اللي عندك هناك ب 150 تقريباً. هذا تكملته طبعاً هنا. هذا أوركيد كبير بس. أيوه. طب نبي نعرف محمد، أنت بتعرض شغلك عندك محل معين ولا بتعرضه بس في السوشيال ميديا الانستغرام؟ كيف بيجوك الزباين؟ والله طبعا ما في احد دحين يستغنى عن السوشيال ميديا والانستغرام والسناب شات والفيسبوك. وانا اضافه لذلك الحمد لله عندي محل يعني بستقبل الزباين في المحل عندي وعن طريق السوشيال ميديا وعن طريق الانستغرام وعن طريق اي وسيله ثانيه كمان. طب انا بسال حاجه الان، ايش افضل طريقه عشان تحافظ على الورد فتره طويله؟ هل الاسفنج هذا اللي فيه مويه كافي لانه يحافظ على الورده؟ هذا ممكن يحافظ عليه ليوم يومين بس لازم تطعمه بمويه، تشيله وتحطه في فاز افضل. اماكن بارده لازم يكون التكييف فيها كويس اكيد. وانا سمعت يا طراد ومحمد يعني ممكن تصحح لي المعلومه هذه، انه عشان اذا كنت تبغى تخلي الورد يعيش وقت اطول تقصه من الطرف بميله. مظبوط. ايوه بشطفه يعني شايفه. ايوه بشطفه كده تحطيه في مويه. ايوه شطفه. ايوه سبحان الله، نفسي اعرف ايش السر في القصه هذه. الله على اللون. الله على اللون. هذه اسمها باندا او فاندا يسموا الزهره هذه. الشطفه دي بتترك يعني خلايا اكبر تشرب فيها المويه، الورده تفتح مجال اكبر للورد انه ممكن تشرب فيها المويه، فبالتالي بتساعد في سرعه سحب المويه للزهره فبتعيش اكثر معاكي. حلو شيء ترى
عالم اخر، احنا عايشين في مكان ثاني تماما. يعني لو تفاصيل هذه قعدنا عليها يعني نركز فيها دحين. طيب يعني هذه كلها انت تضطر انك تستوردها؟ ايوه احنا عندنا هنا مو شغله يعني. والله يعني تاخذ يعني وقت كثير المفروض. والله دحين تعرف يا استاذ طراد الطيارات يعني ما شاء الله ما هي مقصره، لكن في موضوع انت قصدك شغله في ايش؟ شكله ما ريحه الورد يا لمياء كحيتي. حساسيه؟ حساسيه ايوه ممكن. في مويه اشربي مويه امي. بسم الله بسم الله. انا ودي جناح هذا ماني عارفه هو انا عندي حساسيه من الورد ولا ممكن سبحان الله ما الان تكتشفي. طبعا شوف هذا تفاح حوالي قديش تفاح لا. بس مش تفاحه للاكل، تفاح للاكسسوار يعني. بس ما يعني ما اكتمل ما يتاكل. لا هو اصلا تفاح عادي بس مش للاكل، فهمت علي؟ للزينه يعني. تفاح طبيعي بس احنا بنستخدمه كاكسسوارات في الاكل. ريحة التفاح هذه زي ما قلت لك، هذه الوردة سبحان الله من الورود اللي ما تدبل، هذه الورد تجفف. اوه سقيتها مويه ما سقيتها مويه ما تصير قشطة؟ لا لا يا عمي ما تصير قشطة، انت ما فطرت اليوم يا استاذ طرات. يعني انا بقول يعني شكلها والله لا لا. طب التفاح انت حطيته جوا هنا حيبان بعدين؟ ما هو فاصل هنا. طب هذا ايش هذا؟ هذا برضه شوف زي التوت او الفراولة برضه بس برضه للزينة. ايوه برضه للزينة. والله شغلة أقسم بالله، بس في الأخير طلع نتيجة جميلة يعني. طب نفهم بس هذا الموف الفاتح مع الموف الغامق ده المخملي والثاني، وفي أصفر وفي أحمر، ليش الألوان هذه؟ الأصفر زي ما قلت هذه كلها ما فرحية أنا شايف. أيوة شخصيا أنا أحب الأصفر. أيوة شخصيا أنا أحب الورد الأصفر. طب هذه لأي مناسبة مثلا؟ هذه مو شرط تكون مناسبة خاصة، ممكن تكون يعني تعرف في بعض الناس من كثر حبهم للورد ياخذ البوكيه بس يحطه عنده. ايه فهمت علي؟ اعرف ناس كذا. ايه صادق فعلا. وكنت بسألك كمان محمد، في دائما انت قبل الودينج او المناسبة بتجلس مع صاحب المناسبة تختار الالوان على حسب شخصيته. اكيد في ناس كذا كثير صح؟ صحيح. مش شخصيته بمعنى صح يعني، بس زي ما قلت لك هو على حسب المناسبة ايش السبب او لمين. زي ما انت مثلا بتحب اللون الاصفر. اكيد ايوه اكيد. بس لا يعني انا مثلا احب اللون الاصفر فبالتالي ممكن اسوي البحث هذه شو اسمه صحيح. ايوه لي انا، فهو ان كان يبغاها مثلا للبيت، لانه في ناس كثير يقول لك جهز لي بوكيه للبيت عندي. فانا اساله انت ايش تفضل الوان؟ عرفت كيف؟ الاشياء خليني اقول لك الورود الطويله وهذه النباتات الطويله تنحط دائما يا في الاطراف او فوق عشان تبان. الاكسسوارات دائما تنحط اساس انه تغطي بعض الفراغات. تعتبر اكسسوارات هذه؟ ايوه هذه. طيب هذه معلومه جديده احنا ما نعرفها. ايوه تعتبر اكسسوارات، احنا نسميها اكسسوارات طبيعيه. عرفت كيف؟ فتنحط تجميلا للبوكيه وفي نفس الوقت تعبي الفراغات. والله وفي نفس الوقت يعني اشكالها يعني اوكي انها ما هو ورد لكن تلفت نظر. طيب الان محمد انت عندك محل او ايوه اوكي جميل. والمحل في مكان؟ في المدينة منورة. في المدينة ريحانة حلو. أيه. كيف بتلاقي إقبال الناس عليها؟ هل الناس بتستوعب كل الجماليات اللي أنت بتذكرها ولا في ناس؟ لا أكيد في طبقات يعني، عرفت في أي مجال يعني تحس إنه في ناس فاهمة وفي ناس مش فاهمة وفي ناس لا تعرف. أنا أقصد ممكن صح في ناس تفهم وناس لا، بس أنا أقصد هل تقبلهم للأشياء اللي أنت بتسويها بسيط ولا لا لسه بيناكفوا بيحكوا يعطوا؟ لا بالعكس احنا هذه أيه. أنا حطيتها عشان كذا طايحة ترى. طيب ماشي خلينا نشيلها ثاني، حسيت عامل ازمه. طيب احنا كده تقريبا يعني شوف ممكن نحط هذا اللي هو الصن فلور دوار الشمس. الزهور الطويله دائما عاده يعني فاتك نص عمري كلامي. انا مبسوط اقسم بالله الالوان صارعتني ورا هناك ما احنا شايفين شيء. طيب بنحاول نستفيد من طولها، عرفت لما تكون طويله تحاول تستفيد من طولها. جميل اساس. وبهذه الوردة احنا حنختم البوكيه الفقرة ولا فقرة برضو لك. بس خلينا نشوف الشكل الأخير النهاية. سلام. أرى قبل الناس ماشي يعني إن شاء الله أكون سويت حاجة واضحة صح؟ باينة. لا ما شاء الله تبارك الله عليك محمد، خوجة فنان جدا وجميل إنك بدأت من صغرك
او انجرحت انت شكلك. ايوه عادي عدى. الف سلام عليك. وان شاء الله باذن الله اتمنى لك التوفيق، واتمنى لك ان شاء الله انجاز اكثر واكبر آمين. من اللي انت فيه. الله يسعدك. امر ما هو بسيط التنسيق، الناس احيانا تستسهل هذا الموضوع، لكن يبغى له دقه ويبغى له خبره زي ما سالناك في كثير من التفاصيل الناس ما تعرفها. أكيد. برغم حبنا انا ولمي للورود، لكن في تفاصيل برضه ما عرفناها. فشكرا لوجودك، وسعيدين جدا بوجودك. شكرا لك وانا اسعد والله. أستاذ الله يسعدك. انت بس بس الله يسعدك. تبس يدك. شكرا لك. كده احنا ختمنا فقرتنا معاكم هذه، ولكن حنرجع لكم بعد الفاصل في كثير من الفقرات، فقره المنوعات راح تعجبكم اليوم. راجعين بعد الفاصل.